كل السلام وكل الأوان ضغط كلها أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. ما زلنا يا أخواتي الأحباء نحيا في رحلة الصوم الكبير. بعد أيام قليلة وينتهي الصوم. هي فعلا رحلة زي ما الترنيمة بتقول رحلة جميلة ويسوع فيها راح نشبع من جوه. ايه اللي هيشبع؟ الصلاة. ايه اللي هيشبع؟ ما هو في حاجة هتشبع وحاجة هتجوع. ايه اللي هيشبع؟ الروح. الروح هتشبع والجسد لازم نجوع. فيها صايمين لكن نشيطين. نجري من اسبوع لاسبوع. دايما الناس تقول ايه؟ الصيام الكبير جري. ليه؟ لان كنيستنا الحلوه مقسماه لمحطات لاحاد. تعالوا بقى النهارده نراجع المحطات دي الاحاد دي مع بعض. اول محطه اسمها ايه؟ الاستعداد. الاستعداد اول كنيسه تسميه حتى الرفاع. هنرتفع هنسمو. المحطه اللي بعديها اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الكنوز. والمحطة اللي بعديها اسمها التجربة. المحطة اللي بعديها اسمها الابن الضال. اللي بعديها لا السامرية. اللي بعديها المخلع وده ليه أربع أسامي. واللي بعديها مولود العقل. والمحطة اللي بعديها والمحطة اللي بعديها شوف هيجي بسرعة أسامي. هنحفظهم النهارده بس الطريقة مميزة شوية. يا دوبك 55 يوم. المحطة الأولانية بتقول يا جماعة يا اللي طالعين الرحلة دي نعم هتعملوا ثلاث حاجات. إيه هما؟ صلوا صلاة صلاة. نقول مع بعض. صلوا صلاة صلاة. إيش معنى الثلاثة دول؟ ده في سر لازم نعرفه. إيش معنى الصوم والصلاة والصلاة؟ التلاتة دول بيحددوا تلات علاقات. تلات علاقات. الصلاة علاقتي بمين؟ برافو عليك. الصوم علاقتي بمين؟ بنفسي أنا المصوم. الصدقة علاقتي بمين؟ بالآخرين. كل ما يجي الصوم يقول لي قبل ما تصوم تراجع التلات علاقات دول. ايه اخبارنا في علاقتنا بربنا؟ بنصلي؟ اصل الصلاه دي يا اخواتي الاحباء علاقه. اسمها علاقه ايه؟ حب. علاقه حب. طول ما انا بحبك يا رب فانا على اتصال دائم بيك. فتيجي العلاقه دي تتجدد مع كل صيام. الصوم. علاقتي مع نفسي. يا ترى انا من جوه زي من بره ولا من بره؟ الله الله يسترها ربنا. يقول البيت المنقسم على ذاته والانسان المنقسم على ذاته انسان خربان. اقول يا رب انا ما اعرفش اظبط نفسي من جوه ومن بره. وانت قلت كده بدوني لا تستطيعون ان تفعلوا شيئا. خلي يا رب داخلي زي خارجي. يجي كل صيام اظبط نفسي من جوه. ما يبقاش من بره ليا شكل، شكل حلو خالص. كلنا بنلمع في الشكل الخارجي، لكن من جوه يقول لي انا عارف اعمالك، اذكر من اين سقط وتب. نمرة ثلاثة علاقتي مع الاخرين. زعلانة مع حد؟ ما ينفعش. قصيرة؟ ما ينفعش. قبل ما اطلع الرحلة دي اصلح العلاقة مع الناس. مع حماتي، مع زلفتي، مع جوزي. صحيح وتخاصموا مع كلهم؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يا اللي طالعين الرحله دي هتعملوا ثلاث حاجات. صوم، صلاه، صلاه. نقول مع بعض. صوم، صلاه. الحد ده بقى هنسميه ايه؟ احفظوا بقى معايا التسميات اللي جايه دي. رفع اليدين. نقول مع بعض. رفع اليدين. هنصلي. رفع اليدين. رفع اليدين. في واحده ما قالتش، كمان مره. رفع اليدين. الحد اللي بعده اللي هو الحد الاول في الرحله. يا
يا جماعة اللي طالعين الرحلة دي، نعم يجي معلمنا مات، لا تكنزوا لكم كنوزا ليه؟ حيث سارب سوس صار، ثلاث حاجات، سارب سوس صار، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماوات ليه؟ حيث لا سارب ولا سوس ولا صار. اعمل تحويل عملة، تحويل عملة، اقول له رب بعد اذنك لو سمحت عايز احول، احول ازاي؟ حول ليهم، ليهم. طب احنا شفناه فين؟ اين رايناك يا رب ان كل ما فعلتموه باحد هؤلاء الاصابع فبي قد فعلتم؟ كنت عريانا فكسوتموه، كنت جوعانا، كنت غريبا، كنت مريضا، كل حاجة بعملها مع الناس دي والفئات دي أنا بعمل تحويل عملة من الكنز الأرضي للكنز السماوي، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. ولذلك الحد ده هنسميه إيه؟ تقديس الكيان. قول مع بعض. يبقى الحد الأول رفع اليدان تقديس الكيان، كمان مرة رفع اليدان تقديس الكيان. خلي بالكم يا جماعة يلا طالعين الرحلة بتاعت الصوم الكبير، الشيطان مش هيسيبكم، هيبدأ يجرب، هيبدأ يحارب. وتلاحظوا دايما حضراتكم في الصيام الكبير تبقى التجارب كتير. فرب المجد يسوع سمح للشيطان انه يجرب، عمل ايه؟ بعد ما صام، صمت ايه؟ 40 يوم و40 ليلة، ودي اللي بنقولها في نهاية كل قداس، يسوع المسيح صام عنا 40 يوم و40 ليلة. وجاع أخيرا، فجه الشيطان قال له ايه؟ إن كنت ابن الله حول الحجارة خبز. كان يقدر يحول ولا؟ ما حولش، ما حولش ليه؟ ما حولش ليه؟ ما حاولش ليه؟ عشان نعم؟ لا ما حاولش ليه؟ ولم انه يقدر؟ نعم؟ لا لسه ما جاوبش. برافو عليك، رائعة. هو جاي من السماء هنا عندنا في الأرض ليه؟ عشان الصليب، في هدف قدامه، فما فيش حاجة تعطله حتى لو كان يقدر عليه. وأنا هدفي هنا على الأرض، هدفي السماء. يجي الشيطان يجيب لي حروب كتيرة جدا، مشكلة تاخد وقت، زوج متعب، زوجة متعبة، موضوع كبير، قضية، عشان إيه؟ تحول عيني عن السماء. لا لا، أنا عيني على السماء مهما كانت التجارب. راح مجاوب عليه في موضوع الخبز وقال له إيه؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يبقى الخبز مهم ولا مش مهم؟ مهم، بس مش وحده، بل بكل كلمة. يبقى هنا في جزء هيجوع وجزء هيشبع، الجسد هنا هيجوع والجسد والروح هتشبع بكلمة ربنا. دخل على الجولة الثانية وقال له ايه؟ ارمي نفسك من فوق والملائكة تيجي تشيلك من تحت. يبقى المنظر كده شو؟ منظر الشيطان بتاع منظر. قال له مكتوب لا تجرب رب إلهك. جه في الجولة الثالثة قال له طب العالم ده كله تبعي يعني، وضع العالم في الشرير. ورب المجد يسوع قال يسوع رئيس هذا العالم آتٍ ولكن ليس له فيه شيء، أدي لك العالم ده كله بس تسكتني. قال له مكتوب للرب إلهك تسكت وإياه وحده تعبد، العبادة لله فقط. يبقى علمنا يسوع نغلب ازاي؟ بالمكتوب. ولذلك الحد ده هنسميه ايه؟ تجربة وامتحان. نقول مع بعض بصوت عالي. يبقى الحد الأول رفع اليدين تقديس الكيان، تجربة وامتحان. الحد اللي بعده
حد الابن الضال. راجل عنده ولدين، واحد كبير واحد صغير. الولد الكبير مش واضح، الصغير واضح. راح له قال له على طلب غريب قوي، قال له يا بابا انا مش مرتاح معاك، مخنوق. طب عايز ايه يا حبيبي؟ قال له اديني ميراثي، اديني حقي، اروح اشوف نفسي بعيد. وبعض الشباب بيقولوها دلوقتي. طب ايه رايكم لو الاب ده موجود دلوقتي يرد على ابنه يقول له ايه؟ لا مش هتورثني بالحياه. هتورثني بالحياه؟ ينفع الكلام ده؟ ابوه حلم وطيب وحنين، اداله. فسافر الى كوره بعيده. بعيده عن مين؟ عن بيت ابوه وعن عين ابوه. من طلع من طلعه؟ هو ده. ايه الحكايه؟ سافر الى كوره بعيده، عمل ايه؟ بذر امواله بعيش مسرف. بذر امواله، بذر من التخزين. بيصرف اسراف. كل وشرب ولعب. خلصت الفلوس. قامت مجاعة. اشتهى ان يملأ بطنه من الخرنوب التي تأكل الخنازير. شوفوا المستوى نزل ازاي؟ لحد فين؟ ما هو طلع من بره بيت ابوه. فراح لواحد بيربي خنازير، قال له شغلني عندك؟ قال له بلقمتك زي بعض. فجيب يمد ايده على اكل الخنازير ما طارش. ساعدت عليه نفسه، خد قرار. قال ايه؟ أقوم وأذهب وأرجع وأقول، نقول مع بعض. أقوم وأذهب وأرجع وأقول. أقوم يعني أسيب المكان اللي أنا فيه ده. وأذهب يعني أتحرك. وأرجع يعني أتوب، ارجعوا إلي أرجع إليكم. وأقول يعني أعترف، وأدي اعتراف. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراء. راح لقى ابوه مستنيه من على الباب. اول ما شافه جري عليه، رفض رفض، جري وخده في حضنه. بقول له كده، انت بتاخده في حضنك؟ ده ريحته وحشه لانه كان شغال مع مين؟ مع الخنازير. وضيع فلوسك وبهدل اسمك. قال لي ما تنساش، الولد ده لو حلو هو ابني، ولو وحش هو ابني. ده انا ما صدقت انه رجع، بص عليه كده وعلى هيئته لقى مش مظبوط. فجم العمال قال لهم يلا بقى كده حموه ونضفوه ولبسوه الحله الاولى، وادوله خاتم، الخاتم اللي فقده في ايديه، وحذاء في رجليه، واذبحوا له العجل المسمن. اخطر نين صحيح. وده يدينا رجاء لاخطر خطاه، بل لاول الخطاه الذين اولهم انا، ان الانسان لما يرجع لابوه السماوي هياخده في حضنه، هياخده في حضنه ويفرح بيه لانه رجع. الولد الكبير في الغيط وهو راجع لقى البيت كده في حاله غريبه وعجيبه وفرح، فبيقول فيه انا نسكت مش اخوك رجع. قال رجعت ويا، اتكشف محبته اتكشفت. طب انا مش داخل. راح له الراجل قالوا له الولد الكبير جه ومش عاوز يخش. طلع قال له ابنك هذا الذي بصر اموالك مع الثواني. انت اول مره يا ابني اتكلمت بالاسلوب ده، الاول كنت يعني شكلك طيب ومؤدب كده. اتكشف الولد، اتكشفت محبته. تديله ده كله وتعمل ده كله وانا اللي عمري ما خالفت لك وصيه قط. ما تدينيش جدي افرح بيه انا واصحابي. جدي جدي ايه يا حبيبي؟ ده انت مش فاهم، ده كل مالي فهو لك. اما ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا. ينبغي اليوم ان نفرح ونصر. الحد ده هنسميه ضلال وحنان، نقول مع بعض. يبقى الحد الاول اسمه ايه؟ رفع اليدان، تقديس الكيان، تجربه وامتحان، ضلال وحنان. الحد اللي بعده حد السمريه او حد النص. ست عايشه حياتها بالطول والعرض، مش حاسه بنفسها. مشي رب المجد يسوع على رجليه ست ساعات عشان يقابل الست دي. مكتوب في الكتاب كان لابد ان يجتاز السامره، يعني مخطط انه يعدي السامره عشان في بلد جوه اسمها سوخار.
فيها واحده ست رايح لها مخصوص. بعد ما مشي رجل على رجليه ست ساعات تعب، قعد على النير وجم التلاميذ راحوا يجيبوا اكل. فالست جايه وشايله بره، يعني بره بره اه خلاص. طب يا ربي يعني هتكلمها ازاي؟ وهتكلمها في ايه؟ قال لي اسمع واتفرج واتعلم. لما تروح لحد ازاي تجيبه؟ ازاي تفتقده؟ فالست جايبه بره عشان تملى ايه؟ فكلمها في الميه، قال لها ايه؟ اديني اشرب، اعطيني الاشرب، انت اللي بتطلب منها يا رب؟ قال لي تواضع يا اخي، انت شكلك كده مش متواضع، بتكلم الناس من فوق فمحدش سمعك. اتواضع عشان الناس تسمعك. قول معاها كلام. قالت له كيف تطلب مني لتشرب وانت رجل يهودي وانا امراه سامريه وانت تعلم ان اليهود لا يخالطون السامريين؟ رد زعل مش زعل؟ لا اتقمص؟ خد على خاطره؟ امال احنا بنزعل من بعض ليه بسهوله؟ لساننا ما ينزلش على لسانك طول ما انا عايش؟ ليه؟ بصيت لي بصه وحشه وانا فاهمها وهي ايه؟ طايره. ايه طايره؟ ايه الحكايه؟ بزعل بسرعه، يسوع ما غيرش، دخل على السؤال الثاني، قال لها ايه؟ لو علمت عطيه الله لطلبتي انت فاعطيتك ماء حيا ينبع لحياه ابديه، من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، اما الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد بل تجري من بطنه انهار ماء حي. قالت له ليه؟ ليها طريقه في الكلام يعني. لعلك اعظم من ابينا يعقوب اللي اعطانا هذه البئر وشرب منها هو ومواشيه، وبعدين تجي لك منين الميه وانت ما عندكش دلو؟ يعني ايه دلو؟ اه. راح قال لها ما زعلش ابدا، ما زعلش، رد جامد جدا ولا تدخل على خاطره ولا تقمص. دخل على السؤال الثالث، قال لها ادعي زوجك. قالت له ليس لي زوج. لا حسنا قلت بالصواب اجبت، كان لك خمسه ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك. قالت له ايه ده؟ ارى انك نبي، انت عرفت كل حاجه جوايا. الست سابت الكرم وطلعت لبره جابت البلد كلها. تعالوا انسان قال لي كل ما فعلت، هل علاه هو المسيح؟ يا اتاري رب المجد يسوع ارتقى بهذه الست درجه درجه. ازاي؟ في الاول خالص قالت له انت رجل يهودي. اثنين قالت له أرى أنك نبي. ثلاثة قال علمه هو المسيح. أتاري بيعلمنا ازاي أرتقي بالمخدوم. قلت لها من فضلك يا ست عايز أسألك سؤال، هو عمل معاكي معجزة؟ قالت لي لا. كلمك في الناسوت أو اللي هم؟ قالت لي لا. قلت لها أمال إيه اللي خلاكي رايحة تجيب الناس كلها بعد حديث دام حوالي أربع دقائق؟ قالت لي كلمني بلطف، كان لطيفا في حديثه، طاهرا في نظراته، رقيقا في مشاعره، فامتلأ قلبي، رحت اجيب له الناس كلها. يا ترى احنا لما بنخدم، بلاش لما بنخدم، بنكلم بعض بلطف؟ ولا بنجرح بعض؟ ونقول لبعض كلام صعب؟ قول لي يا ربي، انت جبت الست دي ازاي؟ بعد اربع دقايق. قال لي قعدت ادور على الحاجه الحلوه فيها لحد ما لقيت حاجه اتشعبطت فيها. حسنا قلت بالصواب اجبت، قالت الصدق. قلت له يا رب اصل احنا بندور لبعض على الحاجه الوحشه وبنزهق بعض، مش دي ما بلاش نقول، مش الراجل ده اللي مسكوه برضه؟ احنا عارفين كل حاجه وتفضل لازقه فيه طول العمر. خلاص لا لا لا، أتاري رب المجد يسوع بنظرته الحلوة وكلامه اللطيف اجتزت قلب هذه المرأة وتحولت إلى مبشرة. الحد ده هنسميه مية للعطشان، نقول مع بعض؟ بصوت عالي شوية. يبقى الحد الأول رفع اليدين، تقديس الكيان، تجربة وامتحان، طلال وحنان، مية للعطشان. الحد اللي بعده اسمه اسمه ايه؟ المخلع. المخلع
عارفين حضرتكم لما عندك ترابيزه الخلع مين اللي بيصلحها؟ ويسوع كان شغال ايه؟ هو الوحيد اللي ظبطني اذا كنت مخلع. هو الوحيد ما فيش غيره. الراجل ده عنده مرض اسمه الفارج يصيب المفاصل والعضلات يشيلوه من قدامي وعمل مره كده. فابوه تقريبا يعني شالوه ودوه حته اسمها بركه بيت حزه. يعني ايه بيت حزه؟ بيت الرحمه ولو انه اسمه مش على مسمى يعني. ودوه هناك فالمراكب لما ينزل يحرك الميه اي واحد ينزل اول واحد يخف من اي مرض اعتراض. فيجي يرموه يلاقوا حد نزل. مرضى اثنين ثلاثه سنه اثنين ثلاثه زهقوا. ابوهم فسابوهم مشوا. ولذلك الحد ده اسمه حد ايه؟ الوحيد. برافو عليك. يبقى حد المخلع، حد المفلوج، حد الوحيد. في اسم رابع. سابوه ودوه ليه ما اتغيرتش من عليه لمده 38 سنه. برافو عليك. فاتقطعت بقى شبه عريان ولذلك اسمه حد العريان. في ناس بتروح لدير الانبا برسوم العريان بس دي مالهاش علاقه بيها. سابوه 38 سنه. فعدى عليه يسوع بعد 38 سنه. اوعى تفقد الرجاء. اوعى تفقد الامل مهما طال الزمن. عدى عليه يسوع وبص له كده. قال له اتريد ان تبرا؟ قلت له يا رب بصراحه مش محتاج سؤال يعني ما شايف منظره. قال لي بشوف عنده امل ولا اللي خلى ابوه وسابوه من زمان. قال له يا سيدي ليس لي انسان يلقيني في البركه متى تحرك الماء. ياه عندك امل ورجاء. الله قال له قم احمل سريرك وامشي. راح قايم وشارسله ومشي. بس بكل سهوله الحد ده هنسميه شفاء العيان. نقول مع بعض يبقى الحد الاول رفع اليدان تقديس الكيان تجربه وامتحان ضلال وحنان ميه للعطشان شفاء العيان. الحد اللي بعده اسمه اللي مالوش دعوه اللي هو حد التناصيل. راجل مولود من بطن امه اعمى. فالتلاميذ سالوا رب المجد يسوع سؤال وجيه جدا. قالوا له ايه؟ اهذا اخطا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ قال لهم لا هذا اخطا ولا ابواه ولكن لتظهر اعمال الله فيه. فالراجل ده سامع عن يسوع. سامع بيعمل ايه؟ بيقوم الاموات ويشفي الجموع من الخمس خبزات ويشفي المرضى وله سلطان على الطبيعه. وحاليا ناس كتيره جدا بتسمع عن يسوع فتبدا تسال مين يسوع ده؟ فاللي يسال عن يسوع ويقول له نفسي اعرفك يا يسوع بيجيله. فالراجل قال ايه في نفسه؟ انا نفسي اقول لك على حاجه يا يسوع، عايز اكلمك في موضوع خاص كده بيا. يسوع حس بيه. يا اخي العزيز اطلب يسوع هيجيلك اذا طلبته. هو قال كده اسألوا دعوا اطلبوا اقرعوا يفتح لكم. انا واقف على الباب واقرع، من يفتح لي ادخل واتعشى معه، من يقبل الي لا اخرجه خارجا. يسوع مستنيك يا اخي. فالراجل قال كده وبعدين جه يسوع معدي عليه صرخ الاعمى المولود اعمى قال له ارحمني يا ابن داوود. قال له عزيز. قال له ان ابصر، نفسي اشوف زي الناس دي. فتفل على الارض وصنع من التفل طينا، عمل تورتين كده حطهم ناحيه عينين، ما كانش فيه هنا الحجاج والمنطقه بتاعت العينين. وقال له اذهب اغتسل في بركه سلوان. يعني ايه سلوان؟ المرسل. ودي ليها موضوع لوحدي طبعا. لو هو يعني زينا كده ودماغه شغاله يقول له لا، ما هو لما انزل في الميه بالطين الطينه يجرى له ايه؟ يسيح. الست لما تغلط مع جوزها مرتين يقول لها انت سويت الطينه ايه؟ شكرا. ايه الحكايه؟ ما قالوش كده، راح ونزل وابن الطاعه تحل عليه ايه؟ نزل وطلع
يشوف. والناس ما حدثهاش غير الكلام. مش هو ده اللي كان بيشحت؟ هو ولا مش هو؟ يشبه له. راحوا سألوه، مش حضرتك اللي كنت؟ قال اه. طب ممكن تحكمنا ايه اللي حصل؟ قال ابدا، وانا قاعد يسوع معدي فصرخت عليه، قال لي عاوز ايه؟ قلت له قام ابصر. دخل على الارض وعمل كورتين من طين وحطهم، قال لي اذهب اغتسل في بركة سلوان. رحت نزل طلعت بشوف. قال له بتتكلم بسهوله يعني وبجرأه، انت مش عارف ان اللي بيعترف بيه بيطلق بره المجمع؟ قال لهم يا جماعه مش انتوا اللي سالتوني؟ كونوا مستعدين عن كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. اي حد يسالك انت مسيحي؟ اه ايوه. مين المسيح ده؟ مسيحيه ست؟ مين؟ تكلميني عن المسيح. اه مستعد جاهز تتكلم عن يسوع؟ راحوا لابوه قالوا لهم ايه؟ ابنكم ده؟ قالوا اه. طب ممكن تحكوا لنا ايه اللي حصل؟ قال لا ما نعرفش. ما نعرفش، في ناس بتخاف من الناس، روحوا اسالوه ده كامل السن، رجعوا له تاني. ممكن تحكي لنا موضوع تاني؟ قال لهم بيكونش انتوا عايزين تبقوا تلاميذ لي فشتموه. قالوا له ايه؟ انت تلميذ ذات، اما نحن فتلاميذ موسى. انت مش عارف ان الراجل ده خاطي؟ قال لهم خاطي ام غير خاطي لست اعلم، ولكنني اعلم شيئا واحدا، كنت اعمى والان ابصر. فطردوه. طردوه بره المجمع. مين مستنيه بره؟ يسوع. طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم. مستنيه بره، بيقول له ايه؟ يسوع اتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لاؤمن به؟ قال له الذي يكلمك هو. قال له اؤمن يا سيد وسجد له. الحد اللي هنسميه ايه؟ عين للعميان. نقول مع بعض. يبقى الحد الاول رفع اليدان، تقديس الكيان، تجربه وامتحان، ضلال وحنان، ميه للعطشان، شفاء العيان، عين للعميان. الحد اللي بعده اللي هو الحد اللي جاي ان شاء الله اسمه حد شعنين، حد الزعف. داخل اورشليم رب المجد يسوع، فالناس استقبلوه استقبال رائع، قالوا له اوصلنا هوشعنا. يعني ايه اوصلنا هوشعنا؟ خلصنا من ايه؟ من حكم الرومان. قال لهم لا، مملكتي ليست من هذا العالم، انا لا بتاع حرب ولا بتاع ضرب. قالوا يو، امال احنا مستقبلينك ليه؟ هم الناس دول اللي بعد 4 ايام قالوا ايه؟ اصلبهم دمه علينا وعلى اولادنا. امال هو كان جاي ملك على ايه؟ لا جاي ملك على ايه؟ على قلبي وعلى قلبك وعلى قلبك، لياتي ملكوتك. الحد ده هنسميه ايه؟ ملك على الانسان. نقول مع بعض ملك على الانسان. يبقى الحد الاول رفع اليدان، تقديس الكيان، تجربه وامتحان، ضلال وحنان، ميه للعطشان، شفاء العيان، عين للعميان، ملك على الانسان. الحد اللي بعده حد العيد. حد العيد ولا حد القيامه؟ عيد ايه؟ عيد القيامه. شوف ايه الحكايه؟ مات رب المجد يسوع. مات ولا ما ماتش؟ مات. مين اللي مات؟ الجسد. خلي بالكم، بنصلي كل يوم في الأنبياء بنقول ايه؟ يا من ساق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة. هو الله بيموت؟ لا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. أمال مين اللي مات؟ الناسوت. ودايما نسمع كلمة الناسوت واللاهوت. يعني ايه كلمة الناسوت؟ يعني ايه الناسوت؟ طب يعني ايه اللاهوت؟ كلمة اوت متكررة في الكلمتين. اوت يعني ايه؟ اوت يعني طبيعة. اوت يعني ايه؟ طبيعة.
الناس او يعني الطبيعه الانسانيه، الله او يعني الطبيعه الالهيه. خد جسد زينا بالظبط، شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيه وحدها، خد جسد وروح انسانيه وجه على الصليب مات، انفصلت الروح الانسانيه عن الجسد وراحت فين؟ الجحيم. ابونا بيقول ايه؟ نزل الى الجحيم من قبل الصليب، وطلع الناس اللي في الجحيم على رجاء القيامه، ولكن الاثنين دول متحدين باللاهوت. ابونا بيقول في الاعتراف في الاخر القداس يقول ايه؟ لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين. مات على الصليب وقام بعد ثلاث ايام وصار بكوره الراقدين. يعني ايه بكوره؟ اول واحد، ما حدش قام غيره من الاموات. لا يا استاذ، في لعازر قام وابن ارمنت ناين وابن كايوس، هو اسمها اقامه، قيامه، اسمها قيامه السيد المسيح، لكن هم اسمها اقامه. في ثلاث فروقات ما بين القيامه والاقامه. ايه هم؟ واحد قيامة، قيامة يعني هو اللي قام بذاته، لكن إقامة في حد أقومه، الناس الأموات كلهم اللي قاموا. اثنين، برافو عليك، هو قام قيامة لا موت بعدها، لكن هم قاموا وماتوا بعد كده. ثلاثة، في فرق ثالث بين الإقامة والقيامة. إيه هو؟ قام بجسد نوراني سماوي ممجد، لكن هم قاموا بنفس الجسد الترابي، ولذلك الحد ده هنسميه حي والنور بان. نقول معاه حي والنور بان. يبقى الحد الاولاني رفع اليدان، تقديس الكيان، تجربه وامتحان، ظلام وحنان، ميه للعطشان، شفاء العيان، عين للعميان، ملك على الانسان، حي والنور بان. الحمد لله على السلامة، وصلنا للمحطة الأخيرة وهي محطة القيامة. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعيد عليكم الأيام بخير لإلهنا المجد.